خليني في الفيديو ده اقول لكم ليه ما ينفعش بجد في الوقت اللي احنا فيه ده ان انتوا تسافروا من غير في بي ان. يلا بينا. اهلا يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. فيديو النهارده فيديو مختلف شويه، وهنتكلم فيه عن حاجه مهمه جدا لازم تبقى معاكوا وانتم مسافرين، وحتى لو مش مسافرين ممكن اصلا تحتاجوا ان انتوا تستخدموا الفي بي ان. انا اسمي عبد الرحمن علي، انا بعمل فيديوهات عن السفر كل يوم سبت الساعه 2، فلو انتم مهتمين بمحتوى له علاقه بالسفر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده عشان متاكد ان هو هيكون مفيد بالنسبه لكم. خلوني اقول لكم بسرعه كده ايه الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها في الفيديو ده. اول حاجه هنتكلم عليها هي ايه هو اصلا الفي بي ان. اهم حاجه يا جماعه كملوا الفيديو للاخر عشان سايب لكم خصم عملاق على احسن في بي ان في اخر الفيديو. تاني حاجه هنتكلم عليها هو ليه احنا محتاجين اصلا في بي ان واحنا مسافرين. تالت حاجه هنتكلم عليها في الفيديو ده هي انواع الفي بي ان وانهي في بي ان احسن لاستخداماتنا واحنا مسافرين. اول حاجه ايه هو الفي بي ان ده؟ الفي بي ان ده كانه طرف تالت بيخش ما بينك وما بين السيرفر اللي انت كونكتد عليه. كلام كبير صح؟ طيب خلينا نبسطها بالراحه. لو انت دلوقتي قاعد في مطار، المطار ده فيه واي فاي ببلاش. الواي فاي اللي ببلاش ده في ناس كتيرة جدا كونكتد عليه، والواي فاي اللي ببلاش ده ما بيبقاش امن بمعنى اصلا. وده بينطبق مش على المطار بس، لا بينطبق على اي مكان انت تكون قاعد فيه سواء جوه او بره مصر. يعني لو انتوا قاعدين في كافيه والواي فاي ببلاش، او لو انتوا قاعدين في اوتيل او هوستل والواي فاي ببلاش، واي مكان فيه واي فاي ببلاش بتكونكتوا عليه بسهوله جدا. ايه المشكله بقى اللي بتحصل هنا؟ المشكله ان انتوا بكل سهوله جدا الداتا بتاعتكم معرضه ان هي تتسرق عن طريق وجودكم على شبكه غير امنه. ممكن يتسرق منكم الداتا بتاعت الحسابات بتاعت البنك بتاعتكم، وممكن يتسرق منكم اي داتا موجوده على الموبايل بتاعكم لو انتوا دوستوا بقى على اللينك غلط، او لو في اي حد اصلا مش كويس كونكتد على الشبكه بتاعت الواي فاي دي ومستني ان هو يكولكت داتا من الناس. فعلشان نخلي نفسنا امنين من حاجه زي كده بنستخدم في بي ان. الفي بي ان ده كانه هو الشخص اللي في النص اللي بيامننا من الحاجه الثانيه اللي ممكن تحصل. ببساطه جدا معنى الفي بي ان او هو لازمته ايه. ليه بقى احنا محتاجين في بي ان نستخدمه واحنا مسافرين؟ بصراحه في اسباب كتيره جدا تخلينا محتاجين في بي ان اصلا واحنا مسافرين، بس خلينا نتكلم عليهم واحده واحده. اول حاجه هي حمايه الداتا بتاعتنا والمعلومات واحنا بنتصفح اونلاين. المعلومات دي زي ما قلنا زي حسابات البنوك بتاعتنا، الاكونتات بتاعت السوشيال ميديا، الايميلات، كل حاجه على الموبايل بتاعتنا كونكتد بالنت. تاني حاجه لو احنا في بلد اصلا قافله ابلكيشنز معينه واحنا مش عارفين نستخدمها، الفي بي ان بيخلينا كونكتد بسيرفر في بلد ثانيه فبنقدر نستخدم الابلكيشنز دي. زي مثلا في ريستريكشنز معينه على السوشيال ميديا في الصين، فلو انتوا في الصين تقدروا ان انتوا مثلا تستخدموا الفي بي ان ده بحيث ان انتوا تقدروا تخشوا على السوشيال ميديا بتاعتكم عادي جدا. نفس الكلام في اي دوله ثانيه، في دول بتبقى قافله سكايب، في دول بتبقى قافله ويب سايتس معينه، في دول بتبقى قافله ستريمينج سيرفيسز معينه. علشان تقدروا ان انتوا تخشوا على الحاجات دي بتستخدموا في بي ان، بيعمل لكم كونكشن مع سيرفر ثاني في بلد ثانيه وكانكم فاتحين الانترنت بتاعكم من البلد الثانيه دي. فبتقدروا ان انتوا تستخدموا كل الابلكيشنز دي وكل السوشيال ميديا بلاتفورمز كانكم في البلد نفسها عادي جدا. ثالث سبب يخلينا نستخدم في بي ان، والسبب ده ممكن اي حد يبقى محتاجه، وهو الستريمينج سيرفيسز زي نتفليكس وهولو وكل الحاجات اللي احنا محتاجين انترنت علشان نتفرج عليها اونلاين. خلينا نفترض مثلا في مسلسل انا بحبه جدا على نتفليكس بس مش نازل في مصر، نازل مثلا في سنغافور او نازل مثلا في تايلاند، فانا محتاج افتح نتفليكس في سنغافور او في تايلاند علشان اتفرج على المسلسل ده. وده بيابلاي لحاجات كتير جدا، بس انا حبيت ادي الاكزامبل ده لان فعلا في مسلسلات وحاجات كتيره جدا بتبقى نازله في بلاد ثانيه على نتفليكس ومش بيبقى لينا الاكسس ليها لو احنا من مصر او من اي دوله عربيه ثانيه. فباستخدام الفي بي ان هيسمح لنا اصلا ان احنا نقدر نتفرج على كل الحاجات دي واحنا قاعدين في مكاننا عادي جدا، بس احنا بنبقى كونكتد بسيرفر ثاني في بلد ثانيه. اخر حاجه ومن اهم الحاجات، لو انتوا بقيتوا شاطرين في استخدام الفي بي ان فممكن يسمح لكم اصلا ان انتوا تلاقوا طيران ارخص، اوتيلات ارخص، هوستلز ارخص، وكل الكلام ده. علشان الاوفرز ما بتبقاش هي هي، يعني الاوفرز مثلا اللي انا بدور عليها من مصر مختلفه غير لو حد عمل عليها سيرش من السعوديه، غير لو حد عمل عليها سيرش من الامارات، غير لو حد عمل عليها سيرش من امريكا او اليابان او اي مكان في الدنيا. جزء كبير جدا من الاسعار اللي موجوده اونلاين بيتراوح بيزد على المكان اللي الشخص ده اصلا بيسيرش منه. فباستخدام الفي بي ان نقدر اصلا نوصل لاسعار مختلفه في الطيران والاوتيلات والهوستلز وكل حاجه ليها علاقه بالسفر بسهوله اكتر. بس الموضوع هيبقى محتاج اجتهاد شويه وصبر في التدوير عامه. نيجي بقى لاخر جزء في الفيديو ده واللي هنتكلم فيه عن انواع الفي بي انز وانهي افضلهم. في ثلاث انواع مشهورين جدا
في الفي بي ان. اول واحد هو شارك في بي ان واكسبرس في بي ان ونورد في بي ان. الثلاثه دول هم اشهر ثلاثه تقريبا في بي انز موجودين والناس بتستخدمها. انا استخدمت اثنين من الثلاثه دول، استخدمت اكسبرس في بي ان واستخدمت نورد في بي ان، بس انهي فيهم بقى الاحسن؟ شارك في بي ان مش ناس كتيره قوي بتستخدمه وعليه شويه كونسيرنز، فخلينا نبعد عنه خالص. احنا دلوقتي قدامنا اكسبرس في بي ان او نورد في بي ان، فانهي فيهم احسن بقى؟ اول واحد استخدمه كان اكسبرس في بي ان. مشكلتي مع اكسبرس في بي ان كانت الكاستمر سبورت. ساعات الفي بي ان بتاعي كان بيعلق او بيحصل فيه حاجه، وبعد كده اجي اكلمهم يردوا عليا متاخر شويه، وساعات الفي بي ان كان يروح يكونكت لوحده على بلد تانية مش انا اللي مختارها اصلا. فالموضوع ده الصراحه كان بيستفزني جدا. وساعات اصلا لما كنت اجي اخش على الويب سايت بتاع اكسبرس في بي ان يديني ان الويب سايت كانت بريتش، يعني تقريبا محتاج في بي ان عشان اخش على الويب سايت بتاع الفي بي ان اصلا. فساعتها لغيت الاشتراك بتاعي مع اكسبرس في بي ان، وحتى خنقوني وانا بلغي الاشتراك بتاعي ده وماشي ليه وكل الكلام ده، وبدخلوني تحقيق يعني كاني عملت معاهم جريمه. نخش بقى على نورد في بي ان. نورد في بي ان عنده اكتر من 5000 سيرفر في 60 دوله في العالم، فايا كان انتوا رحتوا فين هتبقوا قريبين من الدوله او في الدوله اللي فيها السيرفر ده، فالانترنت بتاعكم هيكون سريع جدا. ودي احدى المشاكل اللي بتواجه اصلا في بي انز كتير، ان هم ما عندهمش سيرفرز كفايه، فلما بتسافروا لاماكن مختلفه فساعات الكونكشن بتاعكم ممكن يبقى بطيء او يقعد حبه لحد ما يلاقي كونكشن كويس ويعمل لكم كونكت عليه. نورد في بي ان من الفي بي انز المشهوره اللي لما بتيجوا تدوروا من خلالها على بوكينج الاسعار نسبيا بتبقى ارخص شويه، زي ما اتكلمنا في البوينت بتاعه الفي بي ان عامه، ان هو ممكن من عليه تلاقوا طيران رخيص واوتيلات رخيصه وهوستلز رخيصه. نورد في بي ان هتلاقوا عليه الامكانيه دي، بس برده طبعا محتاجه صبر وتدوير شويه، بس هتلاقوا منها على بوكينج واي موقع تاني انتوا هتحجزوا من عليه، سواء طيران او اوتيلات او ايا كان انتوا في بلد ايه. اول ما بتفتحوا نورد في بي ان اصلا هو اوتوماتيك اللي بيعمل كونكت على اسرع سيرفر عشان يبقى معاكوا اسرع انترنت ايا كان انتوا فين في العالم. الكاستمر سبورت بتوعهم موجودين 24/7 وفعلا بيردوا بسرعه جدا. اول شهر في نورد في بي ان يعتبر ببلاش، لان انتوا لو استخدمتوه وما عجبكوش تقدروا ان انتوا تلغوا الاشتراك بتاعكم، ايا كان ايه المبلغ اللي انتوا دفعتوه هيرجع لكم 100%. ومحدش بيسالك بقى انت ماشي ليه ولا انت بتعمل ايه وكل الكلام ده، هيرجعوا لك الفلوس بتاعتك زي ما انت اشتركت بالظبط. وانا جايب لكم خصم 68% اوف على اشتراك الباقه بتاعه السنتين، فده معناه ان انتوا بس هتدفعوا 32% من القيمه بتاعه الباقه دي. فاللي عايز يستغل الخصم ده يقدر يخش ويشترك من اللينك بتاعي تحت اللي موجود في صندوق الوصف. وزي ما قلنا لو انتوا اصلا ما عجبكوش الفي بي ان ومش عايزين تستخدموا، فتقدروا اصلا ان انتوا تلغوا الاشتراك ده والفلوس هترجع لكم في اول 30 يوم زي ما اشتركتوا على طول. يعني يعتبر ان انتوا تقدروا تستخدموا الفي بي ان ده 30 يوم ببلاش من خلال اللينك بتاعي ده، لو انتوا اصلا حتى مش عايزين تكملوا في الباقه، ومش هيتاخد منكم سنت واحد حتى لما تيجوا تلغوا الاشتراك. انا فعلا بستخدم في بي ان وانا مسافر على طول، علشان على طول ببقى خايف على الداتا بتاعتي ان هي تتسرق، واي حد بشوفه واحنا مسافرين بحاول انصحه نفس النصيحه دي. فيا جماعه نستخدم السيرفيس بتاعه الفي بي ان لو احنا هنستخدم اي بابليك واي فاي سواء جوه مصر او بره مصر او واحنا مسافرين. الاحسن ان احنا نتجنب المصيبه نفسها تحصل والداتا بتاعتنا تتسرق، بدل ما يحصل الكلام ده ونيجي نندم بعد. اتمنى الفيديو كان يكون مفيد بالنسبه لكم. شكرا كل الناس اللي اتفرجت على الفيديو لحد الاخر. لو استفدتم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش لو عندكم اي اسئله تكتبوها في الكومنتس. وبس كده، اشوفكم يوم السبت الجاي الساعه 2. وانتل دن، باي باي.